بدأ عصر الملوك بعد قرون من الطوفان العظيم، حيث تعاقب على هذه الأرض آلاف الملوك الذين امتد حكم أغلبهم ضمن حدود بلادهم، واتسعت سيطرة بعضهم لدول وإمبراطوريات، ولكن أربعة منهم فقط هم الذين حكموا الأرض كلها شرقا وغربا. هذه قصة الملوك الأربعة، ملوك الأرض، نرويها لكم على قناة أحداث وحقائق روايات، القصة الأجمل التي لم تروى. من بين الملوك الأربعة الذين حكموا الأرض كان النمرود واحدا منهم، بل كان أول طاغية على وجهها وأقسى جبار حكم العالم القديم بعد الطوفان. لم يكن حكمه مقتصرا على مدينة بابل العظيمة، بل كان نفوذه ممتدا إلى أسقاع الأرض طولا وعرضا، فهو أول من وضع التاج على رأسه، وأول من تجبر في الأرض وادعى الربوبية، وطوال 400 عام كما الأرض فيها بالنار والحديد. ولد النمرود في وقت مجهول من التاريخ، أشارت إليه بعض الوثائق والمخطوطات العراقية القديمة أنه ولد قبل الميلاد ب2053 عاما في أرض بابل المتجذرة من حضارة أور، حضارة بلاد الرافدين، وهو صاحب شنعار وبابل، والملك الذي ملك الأرض من مشرقها إلى مغربها. يعود نسبه إلى نوح عليه السلام، ولكن اختلف المؤرخون في جذره بين سام وحام ولدا نوح عليه السلام، فمنهم من ذكر أنه النمرود بن كنعان بن كوش بن حام بن نوح، أو أنه النمرود بن فالخ بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح عليه السلام، ولكن أغلب المؤرخين استندوا على ذكر ابن الكثير في كتاب البداية والنهاية على أنه النمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح عليه السلام. لم يكن النمرود اسما عاديا، بل كان ملكا يهابه معظم البشر في عهد الأرض الأول بعد قرون الطوفان. قام بتأسيس حضارات بلاد الرافدين التي عرفت لمدة طويلة باسم أرض النمرود، وقد أنشأ 8 مدن، 4 في بابل و4 في آشور. هذه المدن كانت مجتمعات قبلية صغيرة ومستقلة، ولكن النمرود حولها إلى ممالك وإمبراطوريات مقسمة في مجموعتين. في المجموعة الجنوبية نجد بابل وأرك وأكد وكالنل، وفي المجموعة الشمالية كانت نينوى العاصمة الشهيرة لإمبراطورية آشور، ورحبوت وكلح ورسن. أسس النمرود جيشا عظيما تهتز الأرض تحت خطى جنده، وبنى برجا شاهقا في بابل لم يعرف التاريخ مثله أبدا. عرف عن النمرود أنه كان صيادا للوحوش، ولكنه أصبح بعد ذلك صيادا للشعوب، فمن طريق الغزو والتسلط أصبح حاكما للبشر، وشهوته للسلطة جعلته أقرب ما يكون لوحش مفترس منه إلى إنسان بشري. وفي سنين حكمه الطويلة أصبح ملك الأرض وجبارها المتسلط، وأخذه جنون العظمة إلى التمرد على الله الخالق العظيم، وأعلن نفسه إلها للبشر ليعبدوه من دون الله، واشتد في ظلمه متحديا لله الواحد العظيم، حتى دنت منه سنوات غضب الله. في ليلة مظلمة رأى النمرود فيها حلما بأن كوكبا قد طلع في السماء، فذهب بضوء الشمس حتى لم يبق ضوء، فقال الكهنة والمنجمون في تأويل الحلم أنه سيولد في هذا العام غلام سيكون هلاكك على يدي. فأمر النمرود بذبح كل غلام يولد في تلك السنة، فولد إبراهيم عليه السلام في ذلك العام،
فأخفته والدته عن الأنظار خوفا عليه من بطش النمرود، حتى دارت الأعوام وكبر النبي إلى وقت الزمان والمكان. عندما كبر سيدنا إبراهيم وأصبح شابا، لم يعبد الأصنام مثل قومه، لأنه علم أن هذه الأصنام ما هي إلا تماثيل يصنعها الناس بدلا من عبادة الله الواحد القهار. وبدأ يدعو قومه إلى ترك عبادة النمرود والأصنام والتوجه لعبادة الله الواحد القهار. وفي البداية لم يستجب له أحد، وظل قومه يعبدون الأصنام من دون الله. وفي يوم ما كان القوم يحتفلون خارج المدينة، فذهب إبراهيم عليه السلام وحطم جميع الأصنام إلا واحدا كان أكبر صنم فيهم، ليثبت لهم أن الأصنام غير قادرة عن الدفاع عن نفسها، وما هي إلا أحجار لا تضر ولا تنفع. وعندما عاد القوم وجدوا أصنامهم مهدمة، فسألوه من قام بتحطيمها، فرد عليهم ساخرا بأن كبير الأصنام هو الذي فعل ذلك، وقال لهم اسألوه إن كنتم لا تصدقون. فرجعوا إلى أنفسهم وهم يقولون كيف لنا أن نسأل حجرا لا ينطق ولا يرى، وعلموا أن هؤلاء الأصنام بلا حول ولا قوة. ولكنهم أخذتهم العزة بالإثم، فغضبوا غضبا شديدا وأمروا بإعداد نار عظيمة لإحراق إبراهيم بأمر من النمرود ليكون عبرة للناس. ولكن بمعجزة من الله كانت النار بردا وسلاما على إبراهيم، ولم يصب بأي أذى. تعجب النمرود كيف نجا إبراهيم من هذه النار العظيمة، فأراد مناظرته ومجادلته في أمر ربه وأمام رعيته. وفي اليوم الموعود التقى الخليل بأعتى جبار في الأرض. سأل النمرود إبراهيم ماذا يفعل ربك؟ فقال إبراهيم ربي يحيي ويميت. فقال النمرود وأنا أحيي وأميت. فأمر حراسه بإحضار مسجونين حكم عليهم بالموت، فأطلق سراح أحدهما وأمر بإعدام الآخر، متصورا أنه أحيا ذلك وأمات هذا. فقال له إبراهيم إن كنت صادقا فأحيي الذي قتلته. فسكت النمرود ثم قال ماذا يفعل ربك أيضا؟ فرد الخليل عليه السلام إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، ففي كل صباح تطلع الشمس من مشرقها، وذلك من صنع الله تعالى، فإن كنت أنت إلها فاعكس الأمر وأتي بالشمس من طرف المغرب. وهنا أصاب النمرود بهات كامل لم يستطع فيه الكلام أو الرد. قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. بعد هذه الحادثة دعي النمرود للإيمان بالله 3 مرات، وفي كل مرة كان النمرود يرفض الإيمان بالله الواحد القهار. وفي يوم خرج هو وجيشه في وقت طلوع الشمس متحديا لله الواحد الأحد، فأرسل الله عليهم بعوضا أكل لحم جنوده وتركهم عظاما. وأما النمرود فقد دخلت بعوضة من أنفه إلى دماغه، وبأمر من الله تعالى لم تمت هذه البعوضة، وظلت برأسه مدة 400 عام. كان يضرب نفسه بالمطارق والنعال حتى تهدأ هذه البعوضة، وظل الله يعذبه بها حتى مات. حكم النمرود الأرض 400 عام، تجبر فيها وسفك الدماء وظلم العباد، فعذبه الله سبحانه وتعالى 400 عام أخرى، فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر، فكان عبرة لكل جبار من ذلك الزمان حتى هذه الأيام.
في وقت الزمان الأول للأرض والمكان، حكم ملك عادل المشرق والمغرب فكان له ما كان. فطاف الأرض كلها برحلة عظيمة مداها 500 عام، يدعو فيها إلى الإسلام، فنشر السلام وأجل الظلام، حتى بلغ من الأرض مشرقها ومغربها، فكان ذو القرنين ملك أول الزمان. في هذه الصفحة القديمة من التاريخ الأول سنروي لكم قصة ذي القرنين، قصة الملك الذي طاف الأرض في رحلة كان مقدارها 500 عام. ذو القرنين اسم شخص ورد في القرآن كإنسان عادل طاف الأرض كلها، يدعو إلى الإسلام ويقاتل عليه من خالفه، فنشر الإسلام وقمع الكفر وأهله، وأعان المظلوم وأقام العدل، وجاء اسمه في الأحاديث، ومنها حديث ابن عباس عندما سئل عن ذو القرنين من كان، فقال: هو من حمير، وهو الصعب بن مراثد، وهو الذي مكنه الله من الأرض وآتاه الله من كل شيء سببا. وقد سئل كعب الأحبار عن ذي القرنين فقال: الصحيح عندنا من علوم أحبارنا وأسلافنا أنه من حمير وأنه الصعب. فتبين مما سبق عند أهل العلم والتاريخ أن ذا القرنين كان مسلما موحدا وكان من العرب، فمن زعم أنه كان جدا للفرس أو كان على ملتهم ودينهم وطريقتهم فقد ادعى باطلا. أما ما يتوارد على ألسنة بعض من لا علم له بحقائق الأمور على أن ذا القرنين هو الإسكندر المقدوني باني الإسكندرية فهو قول باطل ومردود، فذو القرنين كان عبدا صالحا لله، أما المقدوني فكان مشركا هو وأهله من اليونانيين يعبدون الكواكب والأصنام. وقد جاء بعد ذي القرنين وبين ذلك المحققون من أهل العلم. جاء ذكر ذو القرنين في كتاب الله العزيز، وذلك في سورة الكهف الآية 83: بسم الله الرحمن الرحيم، ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. ومن هنا لم يذكر الله سبحانه وتعالى قصته الكاملة بكافة تفاصيلها، وإنما قدم لنا أهم الأشياء التي فيها عبرة وموعظة، فقال: سأتلو عليكم منه ذكرى، ولم يقل كامل القصة، ولذلك لن نذكر تفاصيل لا مستند صحيح لها، وإنما سنعرض عليكم ما عرضه القرآن الكريم والسنة النبوية. ذو القرنين هو الملك الذي أعطاه الله تعالى الحكم والقوة، فقام ببناء جيش عظيم وطاف به الأرض كلها يدعو إلى الله سبحانه وتعالى في رحلة دامت 500 عام. سار بها ذو القرنين وهو يدعو إلى الله ويقيم العدل حتى وصل إلى مغرب الشمس في العين الحمئة الكبيرة، فوجد فيها قوما يعبدون الشمس من دون الله، فألهمه الله عز وجل أن أمر القوم بيده، فإما أن يعذبهم أو يحسن إليهم. فأظهر الملك الصالح منهجه في الحلم وأعلن أنه سيعاقب كل معتد ظالم في الدنيا، ثم حسابه في الآخرة بيد الله تعالى أشد وأمر. وأما من آمن بالله واتقى فسيكرمه ويحسن إليه، وكان قراره من أجل أخذ حق المظلوم من الظالم ونصرة للحق. فأصلح ذو القرنين حال القوم ووضع من يقوم بالاهتمام بشأنهم. وبعد أن أنهى الملك الصالح من الغرب اتجه فورا إلى الشرق حتى وصل إلى منطقة تطلع عليها الشمس، وكانت أرضا مكشوفة ليس بها أشجار ولا مرتفعات، فحكم ذو القرنين في المشرق نفس حكمه في المغرب، ثم انطلق في رحلته حتى وصل إلى قوم يعيشون بين جبلين بينهما فجوة، وكانوا يتحدثون بلغة يصعب فهمها ويعتدون على قوم ضعفاء بلا حق ولا رحمة. فعندما وجد هذا القوم ملكا قويا طلبوا منه المساعدة والعون في صد يأجوج ومأجوج، فقد كان يأجوج ومأجوج أهل فساد في الأرض، ولم يكن لأهل تلك المنطقة قوة ولا قدرة على مواجهتهم أو التصدي لهم، فطلبوا من ذي القرنين أن يبني لهم سدا لهذه الفجوة.
مقابل خراج من المال يدفعونه له، فوافق ذو القرنين على بناء السد، ولكنه زهد في مالهم ورفض أن يأخذ أي أجر عليه، واكتفى بمساعدتهم على بناء السد وردم الفجوة بدون مقابل. استخدم ذو القرنين في ذلك وسيلة هندسية مميزة جدا، فقام أولا بجمع قطع من الحديد ووضعها في الفجوة حتى تساوى الركام مع قمتي الجبلين، ثم أوقد نارا على الحديد وسكب عليه نحاسا مذابا فيلتحم تماما وتشتد صلابته، وتم سد الفجوة وانقطع الطريق على يأجوج ومأجوج، فلم يتمكنوا أبدا من هدم هذا السد، وأمن القوم الضعفاء شرهم. وبعد أن انتهى ذو القرنين من هذا العمل، نظر للسد وحمد الله عز وجل على نعمته، ورد الفضل والتوفيق في هذا العمل لله سبحانه وتعالى، فلم تأخذه العزة والغرور، بل كان عبدا شكور. إن ظهور قوم يأجوج ومأجوج يعتبر من علامات الساعة الكبرى، فهم قوم ذو بأس شديد، ولم تطق جميع الأمم قتالهم، ولم يقدر عليهم أحد، إلى أن جاء ذو القرنين فجعل عليهم سدا عظيما لا يفتح إلا بإذن الله في آخر الزمان، وعندها يخرجون ولا يسلم من أذاهم وبطشهم أحد، ولا يقدر أحد على إيقافهم، ويبقون على هذه الحال حتى يأتي الأمر من الله، فيبعث عليهم جنودا من عنده سبحانه وتعالى فيهلكهم كالنفس الواحدة. ولقد أخفى الله عز وجل هذا السد ومكان يأجوج ومأجوج عن الناس، فلا أحد منهم يعلم بمكانه، فلا هم يروننا ولا نحن نراهم، وسيظل هذا المكان خفيا عن أعيننا حتى يشاء الله سبحانه وتعالى. لذلك إن مكان السد خفيا عنا ولا يعلم مكانه إلا الله. إن قوم يأجوج ومأجوج لحق، وظهورهم لحق، وأمر الله قادم لا محالة. قبل آلاف السنين حكم نبي الله داود الأرض بالعدل والحكمة، وهو نبي أرسله الله إلى قوم إسرائيل، فأقام العدل بينهم وحارب كل آثم كفار، فوهبه الله سليمان وجعله نبيا من بعده. وبعد وفاة داود تابع سليمان عليه السلام الحكم على نهج والده، فآتاه الله الملك ووهبه ملكا فريدا لم يسبق لأحد من قبله ولا من بعده، فسخر الله له من فضله المخلوقات والكائنات، الإنس والجن والطير والرياح، ولين له النحاس، وعلمه الله لغة الحيوانات، ووهب له جيشا عظيما من الإنس والجن والمخلوقات المختلفة. وفوق كل هذا كان نبي الله سليمان كثير الشكر والاستغفار والصلاة، وكان عادلا منصفا حكيما لا يقبل بالظلم ولا يفتر عن ذكر الله. في هذه الصفحة المقدسة من التاريخ سنروي لكم قصة نبي الله سليمان مع الجان، الرواية التي لم تسمعها من قبل. كان نبي الله سليمان بن داود عليه السلام في بيت المقدس يعبد الله في المحراب حتى انتصف الليل عليه، فأقسم أن يطوفن على نسائه كلهن لتأتي له بفارس يجاهد في سبيل الله، ولكنه لم يقل إن شاء الله، فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق ولد. فرجع سليمان إلى ربه وتاب، وطلب من ربه أن يغفر له ذنبه، وسأل ربه أن يعطيه ملكا عظيما خاصا له لا ينبغي لأحد من بعده.
وفعلا وهذا ما كان، فقد استجيبت دعوة سليمان بأن وهب الله له ملكا لا تستوعبه العقول ولا يحلم به أي إنسان، فسخر الله الرياح لسليمان تجري بأمره حيث يشاء، وسخر له الجن والشياطين يعملون له ما يريد من بناء المساكن والقصور واستخراج الكنوز والمعادن النفيسة من الجبال والأرض والبحار، وأخضع له الطير والحيوان، فكان هؤلاء وهؤلاء من رعاياه المخلصين، وعلمه منطقهم ولغاتهم، وكان له جيش عظيم من الإنس والجان والحيوانات. ومع كل هذا لم يغتر سليمان بملكه، بل كان عبدا شكورا لله مخلصا لأمره مستقيما على طاعته. وسخر سليمان عليه السلام كل هذه النعم التي أنعم الله بها عليه للإصلاح والتعمير، فحارب الفقر والظلم ولجم المشركين وسجد لله العزيز الحكيم. فبدأت الرياح تدفع السفن بأمر سليمان، وعادت تحمل التجارة من البلاد النائية والجزية من أعداء الله في الأرض والأقطار الواسعة. وأمر سليمان الجان بحفر الآبار وبنائها في الصحراء، وإصلاح الأراضي المحيطة بها، وقطع الأحجار من الجبال، وبناء المدن والأمصار بشوارعها الممهدة وميادينها الفسيحة. وبنى الجان لسليمان في وسط كل ميدان قدرا كبيرا من الحجر المنحوت يشبه وعاء الطعام، ولكنه عظيم الاتساع، وتأتي السحب بعد ذلك فتملأه بمياه الأمطار، فأخذت المدينة زخرفها، وأقبل الناس على سكنها وبذر البذور في الوادي المحيط بها وريها بمياه الأمطار والآبار، فاخضرت الأرض وعم الخير، وعاش الناس في رخاء يعبدون الله الوهاب الرزاق، فكثرت عمارة المدن وزراعة الصحراء، وعاش بنو إسرائيل في نعيم ما رأوا مثله في غابر الأيام والأزمان. وكان قصر سليمان قصرا رائعا، بل يعد من أروع ما تم تشييده في هذا الوقت، فأحجاره من الرخام والمرمر، وجدرانه وسقفه مموهة بالذهب الخالص، وفي جوف الأرض وتحت القصر كانت خزائن الملك يهبطون إليها في سراديب ممتدة بين قاعتها، وفي نهاياتها أبواب ضخمة وقف على كل منها ماردان من عفاريت الجان يحرسونها ولا يسمحون لأحد بالاقتراب منها إلا بإذن من سليمان. ومن المقدرات التي أنعم الله بها على سليمان أن الشياطين كانت تخرج في كل يوم إلى الجبال فينبشونها ويستخرجون دفائنها من الذهب والماس، وآخرون غواصون في البحار يستخرجون حبات اللؤلؤ الثمينة، ويعود هؤلاء وهؤلاء في المساء فيضعون ما جمعوا في خزائن سليمان، ثم يغلقون أبواب الخزائن كلها ويخرجون من سراديبها إلى بهو القصر العظيم، فتغلق البوابة الكبرى ويقف لحراستها ماردان من أشراف الجان لا تغمض لهما عين. كانوا يخرجون في كل يوم ويعودون حتى امتلأت خزائن الأرض بالمعادن النفيسة والأحجار الكريمة التي لا يجرؤ على الدنو منها والاقتراب إليها إنس ولا جان. كان سليمان عليه السلام يعاقب من يخالفه من الشياطين عقابا صارما، وقد قيل والله أعلم أنه كان يعاقب الشياطين فيحبسهم في قارورة من زجاج فلا يستطيع الفرار منها طوال حياته. وقد قيل أيضا والله أعلم أنه في يوم جيء له بأحد الشياطين مقيدا بالأغلال، فلما سأله عن ذنبه قيل له أنه قد أضاع لؤلؤة كبيرة خرج بها من أعماق البحار ولم يودعها خزائن الملك. قال سليمان أين خبأتها أيها الشيطان؟ فقال لقد غصت مع الغائصين وخرجت بلؤلؤة في حجم رأس الإنسان ما رأى أحد مثلها في جمالها وروعة بريقها، وظننت أني بهذه اللؤلؤة سأحظى برضاك عني طوال حياتي، ولكنني عند العودة فوجئت بمارد جبار قد انقض علي من السماء وخطفها مني، ثم انطلق في الجو نحو الجنوب واختفى بين طيات السحاب فما استطعت اللحاق به. قال سليمان عليه السلام إذا كان حقا ما تقوله فإني سأعرض الجن عليك لتخرجه من بينهم. فأجابه الشيطان لو كان هذا الجني من مملكتك لما استطاع أن يفر مني،
ولكنه جني من نوع آخر يعيش في مملكة أخرى. وعندئذ أمر سليمان عليه السلام بسجنه حتى يرى مبلغ صدقه، ودعا وزيره آصف، وكان وزيرا حكيما وعالما تقيا. فرأى الوزير أنه صادق فيما يقول، فقال لسليمان: يا نبي الله، إن الشياطين لا تهتم بجمع اللآلئ بنفسها، ولقد ساق الله إليك هذا الحادث ليذكرك بما أخذته على نفسك، وهو الجهاد في سبيل الله. أمر سليمان بإطلاق سراح الشيطان الذي صاد اللؤلؤ، ثم ذهب إلى محرابه في بيت المقدس يعبد الله حتى منتصف الليل. وفي الصباح أمر أن يتهيأ الجيش للزحف نحو الجنوب. فانطلق سليمان عليه السلام على صهوة جواد أشهد، وعن يمينه فرسان الإنس على خيول حمراء، وعلى يساره فرسان الجن على خيول سوداء، وخلفه المشاة الذين لا يحصى عددهم من الإنس ومردة الجن والوحوش. وانتشرت الطيور جماعات في السماء تحجب أشعة الشمس المحرقة عن هذا الجيش العظيم الذي لم يرى الناس مثله. تحرك الجيش إلى الجنوب وظل أياما يضرب في مجاهل الصحراء، حتى أشرف على وادي النمل، فأطلقت نملة عنان الخطر إلى مجتمعها، وطلبت منهم الدخول الفوري إلى مساكنهم، خشية من أن يحطمنهم سليمان وجنوده بدون أن يشعرون. سمع نبي الله سليمان عليه السلام قولها، وفهم حديثها، فتبسم ضاحكا وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. أحس سليمان بالمعجزة التي أنعم الله بها عليه، وهي أن يسمع قول نملة في باطن الأرض ويفهم لغتها. أمر سليمان عليه السلام فضربت الخيام، واستراح الجيش أمام وادي النمل يوما وليلا. ولما تهيأ الجيش بعد ذلك للرحيل، سلك طريقا آخر في الصحراء، فظلوا سائرين فيها ليالي وأيام، ولم يصادفوا واحة ينزلون بها أو عينا يشربون منها، حتى نفد ما كان معهم من الماء. وأقبل السقاؤون على سليمان يخبرونه حقيقة الأمر، فاستخدم سليمان عليه السلام ما آتاه الله من فضله في تسخير الجن له، فأصدر أمرا إلى شياطين الجن بحفر الآبار واستخراج الماء من باطن الأرض. فحفروا ولكنهم لم يجدوا ماء، فأعادوا الحفر في أكثر من جهة، فما خرج الماء في واحدة منها. وعادوا إلى سليمان بخيبة الأمل، فقيل لسليمان عليه السلام: إن الهدهد وحده هو الذي يعرف بفطرته أماكن الماء في طبقات الأرض، وهو الذي يستطيع أن يخبرنا عن ماء قريب من سطحها. فقال سليمان لحاجبه: علي بالهدهد. ولكن الحاجب أخبر سليمان أن الهدهد ليس موجودا. غضب سليمان عليه السلام وخرج يتفقد الطير، وقال: ما لي لا أرى الهدهد؟ فأجابه أحد الطيور: لقد رأيته ينطلق نحو الجنوب في صحبة هدهد آخر من طيور هذه الأرض. فتوعد سليمان بالعذاب الشديد لهذا الطير إن لم يبرر سبب غيابه وعصيانه ومخالفة أمره. فقال آصف وزير سليمان عليه السلام: إن هذه أول مخالفة تصدر من طير ضعيف كان مثالا للطاعة والولاء، ولا بد أن في الأمر سرا. فأجابه سليمان: أي سر يختفي وراء غياب الهدهد؟ قال آصف: قد اقتربنا من وادي الجان، وأخشى أن يكونوا استعملوا بألسنتهم السحر والخداع، فأضلتنا عن مكان الماء وأسرت الهدهد حتى لا يكشف لنا ينابيعه. وقد أخبرني أحد الشياطين أنه سمع في جوف الجبل عزيف الجان، وحاول أن يتفقد أثرهم فما عرف طريقهم ولا مكانهم. تبسم سليمان عليه السلام لهذا الخبر العجيب وقال: الحمد لله الذي هدانا إليهم، وإن النصر عليهم لقريب. ولكن أمر الماء كان يشغل سليمان، لأن جنوده يشعرون بالعطش، وفي هذا الأمر خطر على حياتهم. فخرج عليه السلام من خيمته وأمر الرياح العاصفة بحمل السحب الماطرة إليه، فهبت الرياح من الشمال والجنوب وساقت أمامها السحب، ونزل المطر غزيرا من السماء، فملأت القدور والقرب والمواعين، وشرب الجيش ماء عذبا.
وحمدوا الله جميعا على رحمته وجليل نعمته. وبالعودة إلى سر الهدهد الذي ترك مكانه بين الطيور بدون إذن من سليمان عليه السلام، فقد قيل والله أعلم وأجل أنه نظر إلى مواعين الماء فوجدها فارغة، فخاف أن يموت جيش سيده من العطش، فترك مكانه وأسرع إلى الأمام يجد في البحث عن الماء، فوجد طبقات الأرض كلها صخورا صماء ليس بها عين من عيون الماء. وصادفه في طريقه هدهد آخر مقبل من الجنوب، فتعارفا، وتطوع هدهد الجنوب وأرشده إلى ينبوع عظيم. انطلق الهدهدان حتى أتيا واديا خصيبا، ثم وقفا يستريحان على شجرة في بستان كبير مملوء بالأشجار والورود والأزاهير، وفي وسطه بحيرة واسعة يخرج الماء إليها من عيون الأرض فينساب في الجداول بين نباتات الأرض وأشجارها. ففرح هدهد سليمان وقرر أن يعود لسيده ليخبره بما رأى، ولكن هدهد الجنوب استوقفه وقال له: تعال معي لتشاهد عزا وملكا كبيرا خلف هذا الوادي، حتى إذا عدت إلى سيدك أخبرته بكل ما رأيت، فيكون لخبرك أثر عظيم في نفسه. طار الهدهدان وتخطيا جبالا عاليا، ثم هبطا على واد أخضر به زرع نضير وقصور فخمة، ثم اتجها نحو قصر بديع فوق ربوة عالية. فدهش هدهد الشمال بما رأى من مناظر العز والجاه ومظاهر الملك والسلطان، فقال لصاحبه: عجبا، ما رأيت مثل هذا إلا في ملك سليمان في الشمال. هبطا الهدهدان إلى الملك، ورأى هدهد سليمان القوم يسجدون للشمس من دون الله، فراعه ذلك. ثم ذهب به هدهد الجنوب إلى قصر بلقيس ورأى عرشها العظيم، ثم قال له: انظر إلى هذه اللؤلؤة الكبيرة، هل عند سيدك مثلها؟ فاستعجب هدهد سليمان وقال: وكيف وصلت إليها هذه اللؤلؤة؟ فأجابه صاحبه: جاء بها عفريت من الجن منذ شهر. فقال هدهد سليمان: إذن هذه لؤلؤة سليمان التي خطفها عفريتكم من يد الجني التي صادها، فالويل لهم من سليمان مما يعبدون ومما يفعلون. فلما سمع ما سمع ورأى ما رأى، عاد هدهد الشمال إلى سليمان. فلما عاد إلى مقره وتقدم في ذلة وخضوع إلى سيدنا سليمان، وجده ساخطا عليه وخاف على نفسه سوء العاقبة. قال سليمان: أين كنت أيها الهدهد؟ وما سبب مخالفتك أمري وتركك مكانك بدون إذني؟ فقص الهدهد على سليمان قصته كلها. ابتسم سليمان وقال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. وأمره أن يحمل كتابا إلى ملكتهم كتب فيه أمر لا مردة منه. حمل الهدهد رسالة سليمان إلى بلقيس، وطار بها إلى قصرها النفيس، فوجدها جالسة على عرشها، وأمام حاشيتها ووزراؤها، فأسقط الخطاب في حجرها، وطار وراء ستار النافذة واختفى. كانت بلقيس قد عقدت مجلسا للشورى للنظر في الأخبار التي جاء بها الجن عن سليمان وجيشه السيار. فلما وقعت الرسالة في حجرها وقرأت بعينها ما سطر بها، فقامت بقراءتها على الحاضرين بما فيها من علم ويقين. فقد جاء في البيان بعد بسم الله الرحمن الرحيم: أمر صارم من سيدنا سليمان أن يأتوا مسلمين ومؤمنين بالله وحده قبل أن يأتيهم جيش كبير من الجن والإنس والمردة العظام. فقالت بلقيس لشعبها: أفتني في أمري. فقالوا لها: نحن أولو قوة وبأس، والأمر يعود إليك، فانظري ماذا تأمرين. فقالت بلقيس: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، ولقد سمعت بسليمان من قبل، ولا أرغب في حرب أخشى منها الهوان على قومي، وإني مرسلة إليه بهدية، فإن كان من طلاب الدنيا قنع بها ورجع عنها، وأن رفضها فهو صاحب مبدأ لا يثنيه عنه مال ولا كنوز، وعند ذلك نذهب إليه مسلمين قبل أن يأخذنا أسرى مقيدين. ذهب رسول بلقيس إلى سليمان
وقدم بين يديه صندوقا مملوءا بالذهب والأحجار الكريمة والمرجان. فقال سليمان إلى الرسول: من أين هذا؟ قال الرسول: هدية من ملكتنا بلقيس إلى الملك سليمان. فقال سليمان عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. عاد الرسول إلى بلقيس وأخبرها بما سمع، فأمرت قومها بالاستسلام، وخرجت بهم إلى سليمان في موكب عظيم من الجنوب إلى الشمال. ولكن سليمان عليه السلام سبق وصول هذا الموكب بمعجزة ستدهش لها بلقيس، فما هذه المعجزة وماذا ستكون؟ علم الهدهد من خلال طيرانه ورحلته أن بلقيس خرجت، فعاد إلى سليمان وأخبره بخروجها، فأمر سليمان الجن أن يعدوا لها بنيانا تنزل فيه، فبنوا لها صرحا من قوارير خضر، وجعلوا لها طوابق من قوارير بيض، وجعلوا تحت الطوابق صور مخلوقات البحر من السمك وغيره. فأصبح الذي ينظر إلى أرضه الزجاجية يظن أنها بحيرة بمائها وأسماكها. ولما ظهر ركب بلقيس في الأفق البعيد، جمع سليمان أهل الرأي من الإنس والجان، وسألهم من يأتيه بعرشها قبل أن يأتوه مسلمين. فتصدر عفريت من الجان وقال لسليمان: أنا آتيك به قبل أن تنتهي من مجلسك. ولكن وزيره آصف الذي علمه الله علما من الكتاب قال لسليمان: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. رفع سليمان عليه السلام نظره إلى السماء وسجد آصف ودعا ربه سبحانه وتعالى، فإذا العرش أحضر أمامهم. فلما نظر سليمان إلى الأرض ورأى العرش قال: هذا من فضل الله، وأمر بوضعه أمامه مقلوبا. فعندما أقبلت بلقيس إلى سليمان ودنت، رأت عرشها مقلوبا فتعجبت، فنظرت إلى قومها فوجدتهم جميعا في ذهول. قال سليمان: أهكذا عرشك؟ قالت: كأنه هو، ولقد أتيتك بقومي مسلمين. فقال سليمان: أنت وقومك في أمان، وستظلين ملكة قومك تصرفين أمورهم وتحكمينهم بما أمر الله. طلبت بلقيس السماح لها بالعودة إلى قومها لتخبرهم بدين الله، فعرض عليها سليمان أن تستريح من عناء السفر، فقبلت دعوته وغادرت إلى مستراحها. وعندما أقبلت بلقيس إلى الصرح الذي بناه لها الجان بأمر من سليمان، نظرت إلى أرضه فظنت أنه حوضا مملوءا بالماء، وخشيت أن تبتل ملابسها، فكشفت عن ساقها لتخوض الصرح. فقال سليمان: إنه صرح ممرد من قوارير زجاجية. فخجلت من جهلها وأقرت لسليمان بالنبوة ولربه بالعظمة والقوة، وقالت في يقين وإيمان: ربي إني ظلمت نفسي بعبادة الشمس وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ورجعت إلى قومها مؤمنة مطمئنة. قضى سليمان سنواته الباقية من حياته وهو يقود رعيته بالعدل ويتقرب إلى ربه بالعبادة، وقد اختار لعبادته مكانا ببيت المقدس لا يجرؤ أحد على الدنو منه ما دام قائما يصلي في المحراب. وفي يوم خرج إلى المسجد الأقصى ودخل المحراب واتجه إلى الله وهو مرتكزا على عصا، فأقبل عليه ملك الموت وقبض روحه، وظل جثمانه واقفا تسنده العصا أياما وأياما، والناس والجن لا يدرون بموته ولا يجرؤون على الاقتراب منه في محرابه، حتى قامت حشرة الأرض بنخر العصا فانكسرت ووقع الجثمان على الأرض، وشاع الخبر وشيعته بنو إسرائيل إلى مثواه الأخير، وعادوا وهم يقولون: سبحانك اللهم، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. هكذا كانت معجزات سليمان عليه السلام الذي سخر الله له الرياح والجن بأمره، فهي معجزة عظيمة وملك عظيم لم يؤتى لأحد من بعد سليمان عليه السلام.
نبوخذ نصر ملك الأرض الرابع وأقوى ملوك بلاد ما بين النهرين، جعل من بابل أقوى إمبراطورية في الأرض، وبنى فيها الجنان المعلقة والمعبد العظيم وبوابة عشتار، وخاض عدة حروب طاحنة ضد الآشوريين والمصريين القدماء، وهو المتجبر الذي دك حصون القدس مرتين وسبى أهلها. هذه قصة بخت نصر، قصة الملك الرابع من ملوك الأرض. نبوخذ نصر أو بخت نصر أو بخت رشاء هو أحد ملوك كلدان الذين حكموا بابل. ولد قبل الميلاد ب634 عاما، وهو أكبر أبناء نبو بولسر، ويعتبر أحد أقوى الملوك الذين حكموا بابل وبلاد ما بين النهرين. أطلق عليه الفرس اسم بخت نصر، ومعناه سعيد الحظ، ويعني الاسم الأكادي لنبوخذ نصر حامي الحدود. هو الملك الوحيد الذي استطاع إسقاط نينوى، عاصمة الإمبراطورية الآشورية العظيمة، وهو من هزم جيش المصريين والآشوريين معا في معركة كركمش عام 605 قبل الميلاد. يعتبر من أقوى قادة التاريخ، حيث كان يستخدم عبقريته وذكاءه للاستفادة من الشعوب التي يحتلها، إذ كان يستنفد معظم الإمكانيات البشرية والمادية للشعوب إلى حد التحكم بحياتهم. لم تكن شهرة نبوخذ نصر نابعة من قوته العسكرية فقط، بل كان له أيضا عدة أعمال عمرانية، من أهمها وأغربها الحدائق المعلقة التي سميت بحدائق بابل المعلقة، والتي هي من عجائب الدنيا السبع القديمة. يقول المؤرخ هيرودوت إن الحدائق المعلقة قام بدعمها بالمياه عبر أنابيب تمكن من إصعاد المياه إلى الأعلى، وهذا يكشف أن البابليين القدامى كانوا على علم بنظرية أرخميدس، كما أنه قام بدعم بابل بسورين كبيرين، أحدهما داخلي والآخر خارجي، وكان عرضهما كبيرا جدا، وقد كانت المدينة الوحيدة التي تمشي بها العربات على سوارها. كما بنى نبوخذ نصر لمدينة بابل 8 بوابات، أكبرها وأعظمها بوابة عشتار، فأصبحت بابل في زمنه أجمل مدن العالم القديم، ونالت شهرة كبيرة بين الأمم في ذلك الوقت. ولكن سنوات السلام لم تستمر طويلا، فبعد هزيمة الآشوريين تحالفوا مع جيش المصريين القدامى. وعندما علم الملك نبوخذ نصر بهذا التحالف، تحرك بجيشه والتقى بجيش المصريين القدماء عند قرقمش على نهر فرات الأعلى، وحقق فيها نصرا كبيرا وشاملا، وسرعان ما وقعت فلسطين وسوريا في قبضته، وسيطر التجار البابليون على جميع مسالك التجارة التي كانت تعبر غرب آسيا، وذلك من الخليج العربي إلى البحر الأبيض المتوسط. بعد هزيمة جيش المصريين القدامى على يد البابليين، لن تقبل ملوك مصر بهذا، فتحرك جيش كبير من الأراضي الفرعونية القديمة، واستطاع هزيمة جيش بابل، وذلك عام 600 قبل الميلاد، وأدت تلك الهزيمة إلى سقوط فلسطين من الحكم البابلي. قضى نبوخذ نصر 2 عامان متتاليين، وهو يعيد بناء جيشه ويعوض خسائره من العربات الحربية، لينهض من جديد بجيش جرار. فوجه حملته الأولى باتجاه القبائل العربية في الأردن، وذلك من أجل التحضير للحملة الكبرى على فلسطين، فاستطاع دخول القدس عام 597 قبل الميلاد، وأرسل ملكها إلى بابل أسيرا، ثم توجه لإخماد الثورات في سوريا قبل أن يعود إلى بابل ليدافع عنها من العيلاميين، وهم طائفة من جيوش فارس. ثم أحبط ثورة قام بها في بابل بعض قادة الجيش ضده عام 594 قبل الميلاد، ليعود ويكمل غزواته في سوريا وفلسطين، حيث هاجم القدس مرة ثانية وحاصرها 13 عاما، منهيا الحصار لها في عام 587 قبل الميلاد. ثم نهب المدينة ودك سورها، ودمر الهيكل الذي بناه سليمان، وسبى شعبها إلى بابل، وعرف ذلك العام فيما يسمى بالتاريخ بالسبي البابلي، حيث قتل من اليهود من قتل، واستبعد منهم من لم يقتل، وبهذا سقطت مملكة القدس في يد بابل. وقد جاء في كتب التاريخ أن ذلك كان عذابا شديدا من الله،
سلطه على بني إسرائيل بسبب ظلمهم وطغيانهم. بعد هذه الانتصارات المتتالية، أخضع بخت نصر نفوذه على أغلب ممالك العالم، وازدادت قواته وكبر جيشه، وأصبحت بابل في عهده أقوى إمبراطوريات العالم بدون منافس، فأصابه التكبر وجنون العظمة. تذكر بعض المصادر التاريخية أن نوبة من الجنون أصابته ودامت 7 سنين، أدت إلى موته في بابل وهي في أوج عظمتها، وذلك قبل الميلاد ب562 عاما، وخلفه ابنه أميل ماردوخ ثم نابونيوس عام 555 قبل الميلاد. إن عظمته وشهرته لم تأتي من كونه محاربا كبيرا أو قائدا عسكريا لا يشق له غبار فقط، وإنما بسبب منجزاته المدنية والفكرية. فقد تمكن خلال سنوات حكمه 43 من تحويل بابل من المدينة الأهم في وادي الرافدين إلى أعظم مدينة عرفها العالم القديم.